الدراري متبعين معايا خدمه ديال ستريت البوليت على مود الاندرغراوند فهمتي الحوايج اللي هما الا كاع ما كاينش ام ام اي كتلقاهم في كومبا ديال ستريت وهاد الحوايج دابا مثلا خدام معاه خدام نضرب مثلا هذا كومبو تركيبه خدمه تريني مع صحابك غادي تساعدك بزاف في التطور لقيت الله في ستريت داكشي ديال القتال الحره مثلا نضرب جار نضرب جار او تاني عاوتاني فرانتير شاسي تحبس على الدخول تا في الغير وتعاود عاود نضرب جار او انا كنبقى الفرانتير بحال هكا اسم من الارتباك نضرب مثلا كوز دروات او لا ما راه نجم عليه باش تكونتاكتا معاه غنبغي نقرب نلتحم به باش ديك الساعة غنبغي نضرب بالالبو غنضرب بالراس بس الراس والالبو شي حاجة مسافة قصيرة هاد المسافة قصيرة اللي غندخل فيها اللي غنوصل ليها دير فيك واحد القضية وصول المسافات الالتحامات تيجي عن طريق تهبط اللوفي واخا نكون مثلا طويل نبغي مثلا ندخل نبغي ندخل نوصل ليه ما نوصلش ليه بحال هكا عريان هادشي عرضني دابا بالراس ولا بالالبو ولا بأي حاجة وإنما أي وصول بغيت نوصل للالتحام تيخصني نهبط المستوى علاش كنت ديال الشوط المصارعة أي وصول بغيت نوصل للالتحام غتلقاني كنهبط باغي نضرب بالراس باغي نضرب غتلقاني كنهبط وعاد ندخل ندخل بوم ندخل بجوج البوات البوات نفتح بيهم لاكار هنايا شد ساعة نضرب هاد باط راس البو هادي تركيبة خدمة مع صاحبي خدمو على السيستم جار شاسي جار وقفله الهجوم ديالو كورس دروات دوبل البو كونترولي راس دوبل البو هكدا Shh.